بقول لكم يا جدعان ما تروشناش بقى، فين ابوكوا؟ يا ظلمه يا ظلمه يا ظلمه. توفيق يا ظلمه. توفيق بعدين ريحتك وحشه يا توفيق. سايبين ابوكوا بيموت جوه وقاعدين بتلعبوا افلام يا ظلمه. يا عمو انت مالك؟ دي مشاكل عائليه، انت خدام هنا وبس. بتف عليا يا ابن عمي وتشكر يا ابن عمي، حد هيتف تاني؟ في ايه يا احمد؟ انت معصب نفسك كده ليه؟ بكره نورس ونطردهم من هنا طردة الكلاب. تطردونا يا ولاد عمي، هي دي الاصول. اصول ليه؟ انت عامل لي فيها مسكين؟ كفايه الحكايات والذنب اللي بتقعد تقول عليها البابا ليه علينا احنا لغايه ما كرهنا. احنا ما بنفقعش الذنب في حد يا رشا، عيب. يا سلام يا اخويا. رشا مين؟ والبرشامل مين رشا دي فعلا؟ يا سلام يا اخويا، والبرشام اللي احنا بنضربه والحاجات اللي بنعملها مين اللي بيقولها البابا مش انت؟ الحاجات دي حقيقه انا ما بفتريش على حد يا ابن عم. يا فتان يا فتان يا فتان. بتتريقوا عليا يا اولاد عمي؟ متشكر يا ولاد. وسع 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 وسع. بتف عليا انت كمان؟ متشكر يا ولاد عمي. بس يا جدعان انت مهما كان برضه ابن عمنا، ما ينفعش نعمل فيه كده. خد يا توفيق، انت صعبت عليا. انا هعمل معاك حاجه من الاثنين، يديك فلوس يديك موبايل الجديد. يا بخيل، عمرك ما هتديني فلوس، اديني الموبايل. زيرو عشرة؟ 12. وضحكنا عليك وضحكنا عليك وضحكنا عليك. بتسيبوني عشان معاكوا فلوس يا ولاد عمي؟ ايوه. اشوف فيكوا يوم يا ولاد عمي، اشوف فيكوا يوم. ده انتوا بتاذونا من زمان، ده انت بتاذينا انت وامك من زمان قوي. امي؟ امي كانت بتاذيكوا؟ أيوة. طب اسالي رامي. انا امي دي يعني كانت بتردع رامي اكتر ما كانت بتردعني. والله العظيم اسالي رامي. كانت بتردعني لبن مغشوش. بس بالشوكولاته. ما تنكرش. كانت بتقعد تشرب ميه طول ما هي بتردعني، اللبن باظ. يعني تموت من العطش عشان انت تكبر يعني. ليه كده يا اولاد عمي؟ عموما انا هنام دلوقتي مظلوم، ويا بخت من مات مظلوم ولا باتش في الظلم. توفيق انت فين يا توفيق؟ استنى يا توفيق، قول لي دلوقتي هو مين مع بابا جوه؟ المحامي عزت يا ظلمه. محامي عزت جوه يا ظلمه. اشوف فيك يوم، اشوف فيك يوم. يا رب يا رب يا ظلمه. اطلع بره يا جدعان، عايزين نخلص بقى من الموال دوت. طب ادهل لنا المحامي ده يا عم. قال اسمه ايه؟ عزت. عزت يا استاذ عزت، يا استاذ عزت. ايوه ايوه ايوه. سهلا، انتوا ولاده بقى مش كده؟ ايه؟ بقول لك ايه، خلص عشان احنا مستعجلين وعايزين نمشي. 60 دهي، يلا اتكل على الله. خد يلا. احمد راح فين؟ يا عم سيبني بقى. استنى بقى نشوف هيقول المحامي. الله 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 الله، يعني اللي ابوكوا كان بيقولوا عليكوا طلع صح بقى. ده اللي هو ايه؟ اللي هو ان انتوا عيال زباله يعني. الله، انت جاي تهزقنا بقى ولا ايه؟ لا انا همشي يا عم. تعالى. ولا 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 انا قلت لك امشي؟ جري يلا جري يلا. هتستطول نفسك ولا ايه يا يالا؟ لسه بتبرشم؟ دخلت على مرحلة الكلة ولا لسه؟ لا لسه. وانت يا أمورة؟ نعم. اخبار البارتيتا بتاعت القمار ايه؟ ابوك قايل لي على كل حاجة. وانت يالا؟ ايه؟ انت السكري. ماشي ماشي. وانت ايه؟ لسه بتصاحب الستات الكبار وتاخد فلوسهم؟ انت ناقصك فلوس يالا. ايوه بحب الفلوس، احنا عيال كلنا بنحب الفلوس، وبعدين انا ممثل وممثل شاطر. انت فاشل يا انا فاشل، ده انا لسه مدرب احمد الساعة على اخر الدور بتاعه. انت كومبارس يالا، انت بتطلع بظهرك ب10 جنيه. انت عرفت؟ عرفت طبعا، وريني ظهرك اهو. نص الافلام طالع بالظهر عادي جدا ب10 جنيه يا كلب. طبعا طبعا، اللي قالك على الحاجات دي ولاد عمنا الحقودين الزباله. ولاد عمكم ما قالوش حاجه، البلد كلها عارفه عنكم كل حاجه، وابوكم كمان متضايق جدا، عشان كده ابوكوا قرر قرار مهم قوي. بس عرفت ابويا عايز يتجوز، انا طالع بتاع ستات لابويا. انا عارف، انا بقى اشوف له واحده كبيره في السن من اللي انا بمشي معاهم، من اللي طلعوا البرد من الجده. يا
يا ابني ابوك مش في دماغه الكلام الفارغ ده. امال في دماغه ايه؟ ابوكوا هيوزع الورث بتاعه. ايه ده بجد؟ أيوة. وهو حي كده عادي؟ او هو حي. طب حلو. اي وجايبني بقى مخصوص عشان اظبط الورث وكل واحد يعرف نصيبه. ايوه بقى يلا اورث بقى يلا. عارفين هيوزعه ازاي؟ طبعا زي ما الشرع بيقول عادي. بالظبط. الولد فيكوا هياخد 10 مليون بابا. والبنت هتاخد 5 مليون. بس الكلام ده في حاجه بسيطه هتحصل. ايه يعني؟ الولد في ولاد عمكوا هو اللي هياخد ال 10 مليون والبنت هي اللي هتاخد ال 5 مليون، يعني توفيق هياخد نصيبك وانت الثاني. مين؟ وبرضه الولد الثاني. مين دول؟ ايوه ادي دول ايه؟ وانت عارفه مين هتاخد نصيبك طبعا. اساميهم ايه؟ انا عارف. المهم يعني كل ولا هنصنع بعض في الكلام ولا ايه؟ شخصيته قوية قوي. ايوه اللي هو ربيع وكريم. خلاص فهمتوا؟ ماشي ماشي. بس الكلام ده لمدة شهر. لو ظبطتوا نفسكم مع اولاد عمكم وظبطتوا نفسكم مع ابوكم انتوا ما بتزورهوش بقالكم كتير، ساعتها الفلوس بعد شهر هترجع لكم. خلاص اوكي، بعد شهر نستنى بقى وناخد الفلوس. ما لا 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 لا، الفلوس هتتصرف بكره ان شاء الله، انا واخدهم معايا البنك، كل واحد هياخد فلوسه لمده شهر. ظبطوا نفسكم وبعدين قابلوني بعد شهر. سلام. سلام. ايه ده؟ يعني ايه ولاد عمنا ياخدوا رسالة؟ يا جدعان دول هيصرفوا الفلوس على طول، دي عيال حقوديين وانا عارفهم. طبعا هيخلصوه في خلال شهر او اقل من شهر. يا جماعه هنخلصوا ايه؟ دي ملايين ملهاش اول من اخر، هيخلصوها في شهر. يا هبل، ما انت بتخلص بال 2 مليون جنيه في الاسبوع. بقول لكم ايه يا جدعان، انا جات لي فكره. قول. بصوا احنا مش هنمشي من البيت ده، احنا هنفضل قاعدين لهم هنا وكل واحد فينا يقفش واحد، ولو حد فيهم حاول يجيب علبه سجاير نشربها. ايوه اتفقنا. ايه يعني نمنعهم من صرف الفلوس يا غبي ونهودهم لحد ما الشهر يعدي؟ اهو ما الراجل فاهم اهو. ماشي. هم هيروحوا بكره الصبح مع المحامي عزه، اول ما يرجعوا من البنك يلاقونا قاعدين لهم هنا. قاعدين لهم هنا. اتفقنا. اتفقنا. اللي راح 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 راح. يا نوما. اللي راح 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 راح. مع السلامة يا فلوس. غالي عليا يا شعراوي يا ابويا، شعراوي يا ابويا، يا اجمل هدية من امي وابويا، يا شعراوي يا حبيبي يا شعراوي.